السلام عليكم. النهارده معاكم دكتوره مروه عادل حسبي، استاذ مساعد ميديكال باراسيتولوجي في طب طنطا. هستكمل معاكم رحله نيماتودز اللي بداناها في المحاضره اللي فاتت مع هوك وورمز اند لارفا مايجرانتس. بعد المحاضره دي احنا هنبقى قادرين ان احنا ريكول الابيديميولوجي اوف هوك وورم ونعرف انتشارها في العالم حوالينا. هنقدر نعمل ديسكريبشن للشيب اوف ديفرنت ستيجز. هنعمل connection between life cycle في جسم الإنسان والpathogenesis اللي هيبقى inflected لوجود الدودة ديت والmanifestations اللي هتحصل لنا. هنعمل comparison between الinfection بالhuman hookworm ولو حصل لنا accidentally infection بالnon-human type أو zoonotic hookworms فيما يسمى larva migrans، وبرضو اللي هيحصل لنا لو حصل لنا infection بالnon-human ascaroides worm اللي هي الفيسرال لارفا مايجرانس. هنعمل highlighting للdiagnostic steps للإنفكشن دي، recommend therapeutic regimen، وفي الآخر هنعمل outlining للmost appropriate prevention and control measures، لأن احنا دورنا كأطباء في المجتمع حوالينا ان احنا نمنع الإنفكشن دي. hookworms data، حاجة اسمها انكلستوما ديودينال وحاجة اسمها نيكيتور أمريكانوس. من الاسم ديودينال يبقى أنا هلاقي الهابيتات بتاعت الدودة ديت في السمول انتستين especially the duodenum، ومن اسم نيكيتور امريكانوس يبقى هلاقي انتشارها اكتر في الامريكتين. وزي الصورة ما هي موضحة، هي دي الهوك وورمز ومنظر الانتيريور اند بتاعها وهي دورسالي كيرفت بالمنظر ده هو سبب في تسميتها هوك وورمز، انها بتبقى شبه الخطاف. وهنا هي عاملة اتاتشمنت للفيري فليشي وبلادي انتستاينال ميكوزا، وهنعرف السبب لكده. ابيديميولوجي، انكلستوما ديودينال تعتبر هي الهوك وورم بتاع الاولد وورلد، بمعنى انها منتشره اكتر في افريقيا واسيا واوروبا، بينما نيكيتور امريكانوس بتبقى اكتر في الامريكتين. الهوست، بدايه الديفينيتيف هوست هو اللي بيحتوي على الادلت وورم او الريبليكيتنج ستيج، وهو هنا الهيومنز. انترميديت هوست مش موجود للهوك وورم لان الهوك وورم بتبقى directly transmitted from soil. طيب هل في animals ممكن تمشي life cycle زيها زي الانسان وتبقى source of infection؟ نيكيتور امريكانوس بس هي اللي ممكن تمشي في الدوكس، انما انكلستوما ديودينال دي exclusive على الهيوم. habitat، بتحب تعيش في small intestine especially the jejunum and duodenum. واسم الديزيز هيبقى ببساطة زي ما احنا عارفين، نضيف اسم البارازايت على كلمة او syllabus ايازيس فيبقى اسمها انكلستومييسيس، وصح whether تكتب السي او كي، ولو نيكيتور يبقى نيكيتورييسيس. طيب ازاي هيحصل لي انفكشن بالهوك وورم؟ البورت اوف انتري مينلي ثرو ذا سكين، وخلينا نتفق ان ذا كومن از كومن. المود اوف انفكشن الرئيسي هو سكين بنتريشن. هاويفر بعض الريسيرشز اثبتت ان الهوك وورم انفكشن ممكن تتنقل انترايتراين من الام للفيتوس في الرحم، او ترانس ماماري خلال اللبن اثناء الرضاعه، او لو انت عملت انجيشن لووتر كونتامينيتد بالانفكتيف ستيج هتبدا تعمل بنتريشن للميكوزا بتاع البكال كافيتي وتتنقل للدم وتكمل اللايف سايكل بتاعها. المود اوف انفكشن هو الاكتيف سكين بنتريشن. الانفكتيف ستيج هتبقى لارفا، بس مش اي نوع من اللارفا، حاجه اسمها ثيرد ستيج فلاري فورم لارفا نسبه لشكل الاسوفاجس بتاعها زي الانبوبه الشعريه زي ما نشوف دلوقتي. الدايجنوستيك ستيج بما ان دي دوده عايشه في الانتستين فاكيد الروت اوف اكزيت بتاعها هيبقى اليومنال كونتنت اللي هي الاستول، هينزل فيها الاكس. طيب ايه هي الباثوجينيك ستيج؟ والله هتختلف. بداية من أول penetration stage هيبقى الانفكتيف لارفا هتعملي pathogenesis في السكين، وهي بتعمل circulation في البلد واللنج هتعملي pathogenesis، وفاينالي لما الأدلت وورم تستقر في الفاينل هابيتات بتاعها اللي هي الانتستين الأدلت وورم شخصيا هتعملي pathogenesis. طيب نبدأ نتعرف على شكل parasitic stages، ودي هتاخدوها طبعا أكتر صورة أوضح في ال practical sections. بداية أضل انكلستوما سواء ميل أو فيميل، ميل أو فيميل لأن احنا بدأنا نيماتودز يعني ديدان دايشس فيها سيباريشن للجندر، بتبقى سمول وبينكش. الانتير اند بتاعها دورسالي كيرفت أو سي شيب فمديها شكل هوك، والأورال أوبنينج بتبقى دايركتد تو ذا دورسال سيرفيس، وبتبقى أرمد باي فور
هوك لايك تيس، بتبقى اسنانها مشرشره بالمنظر ده، دي خصوصا الانكلستوما ديودينال. وبوستيريرلي بتلاقي تو كاتنج بليتس علشان تقطع عليهم وتمسك في الانستاينال ميكوز. بعد كده بيبقى عندي كلاب شيبد اسوفاجس، وده بيبان دوره في الفيدنج بتاعه الدوده، لان هي بتعيش على ساكينج اوف بلاد، فهي محتاجه الكلاب شيبد اسوفاجس ده عشان يبقى شغال زي البامب، تعمل ساكينج للبلاد من الميكوزا بعد ما الاسنان بتاعتها تثبتها في الميكوزا بتاع الانتستين، وتبدا بعد كده تفتح الكابيلاري بيد وتسحب منه ده. الدوده دي ممكن تعيش جوه جسم الانسان up to 3 to 8 years، وممكن تستهلك حوالي ربع ملي للبلاد في اليوم لكل واحده ادلت وورم في الانتستين بتاعها. الايج برودكشن بتاعها بيوصل ل 20,000 ايج بير داي. هعمل دلوقتي كرايتيريا خاصة بالميل، وبيبقى 1 سنتيمتر. البوستيرير اند بتاعته بتنتهي بحتة سوالوين اسمها بيرسا، وده عبارة عن كوبيلاتري اورجان علشان يعرف يعمل فيكسيشن للفيميل اثناء الفيرتلايزيشن، وينتهي بتو سيبريت سبيكيوبس. ده منظر مكبر ليها، امبريلا شيب بيرسا، واثنين سبيكيولز بيطلعوا ويدخلوا حسب الفيرتلايزيشن. بالنسبة للفيميل هي بتبقى أطول شوية، 1.2 سنتي. البوستير اند بتاعها زي أي نيماتود فيميل بتبقى تابرينج، والفالفا بتفتح بتوين الانتيرو تو ثيرد والبوستير تو ثيرد والبوستير ثيرد، فبالتالي بتبقى عاملة واي شيب كوبيلاتري بوزيشن. ده دايجرام بيوضح الهوك هورنز بالكلاب شيب اسوفاجس. التابرينج اند يبقى فيميل، اللي بوستيرلي فيها بيرسا يبقى ميل، وطبعا الاثنين عندهم في الانتيرير اند بقى الكبسول. طيب هنا دي الصوره الطبيعيه، اهيت هنا بقى الكبسول، يبقى ده كور. ارجع البوستيرير اند لقيتها تابرينج تبقى فيميل، لقيتها بيرسا تبقى ميل. ده شكل بقى الكبسول في النيكيتور امريكانوس، تختلف ان هي ما عندهاش تيس انتيريرلي وجاست كاتنج بليتس زي اللي بتبقى موجوده في البوستيرير بارت من البقى الكبسول. المرحلة الثانية هي البارازيتك إكس، بتبقى أوفال إن شيب حوالي 60 × 40 مايكرون، فيها طول وعرض يعني أوفويد شوية. عندها ثين إيك شيل بيبقى ترانسليوسنت وبيبين الكونتنت اللي جواه، وهي بتبقى إيماتيور إيك، فبيبان لي 4 بلاستوميرز أو 4 كتل لسه بتنقسم جوه الإكس. ده منظر تاني للإكس، ترانسليوسنت أوفويد وليها بلانت بولز جواها 4 كتل بلاستوميرز. بعد ما الاكس دي تخرج ويحصل لها ماتوريشن على السويل، بيحصل لها هاتشينج ريليسينج لارفا. اول لارفا بتطلع حاجه اسمها رابيدي فورم لارفا، ودي بتبقى عندها اسوفاجس رابيدي فورم، عباره عن انبوبه شعريه وبعد كده حته سوالوين، ودي بتبقى فيدنج بتتغذى على الديبريس والاورجانيك ماتر في التربه. طولها حوالي 250 مايكرون، عندها لونج باكل كافيتي وسمول جينيتال بريمورتيوم. بعد كده بتكبر في الحجم ويحصل لها مولتينج وتتحول لحاجه اسمها فلاري فورم لارفا، اطول حوالي 500 لـ 700 مايكرون، عندها بوينتد تيل بوستيريرلي، ودي خلاص نو لونجر فيدنج ستيج، وهي ديت الانفكتيف ستيج. اللايف سايكل بتبدا عندنا ان في انسان عنده adult male and female worms mature في small intestine بتاعه، يحصل لهم copulation وبعدين يبدأوا يعملوا egg production. الإجز تبدأ تنزل في الانتستينال يومن لحد ما تبقى defecated على التربة في صورة immature eggs، وده طبعا parasitic infection دايما مربوطة بشخص عنده bad hygiene، هيعمل defecation على التربة. بالوقت الايج يحصلها ماتوريشن، هاتشينج ريليسينج الرابيدي فورم لارفا، قلنا تتغذى في التربه، يحصل لها مولتينج تكبر لفلاري فورم لارفا اللي بتبقى عندها كاركترز اللي هي بوزيتيف هيجروتروبيزم بتحب الرطوبه، بوزيتيف ثيرموتروبيزم بتحب حراره جسم الانسان، بوزيتيف ثيرموتروبيزم وهيستوتروبيزم بتحب التيشو، والنيجاتيف جيوتروبيزم خلاص بتكره وجودها في التربه. وانس عدى انسان بير فيت او اكسبوزد الهاند بتاعه للسويل الكونتامينيتد،
تبدأ الفلاري فورم لاربا تعمل سكين بنتريشن وتدخل الكابيلاري بيد للجنرال سيركيوليشن وتلف لحد ما توصل اللونج. في اللونج تكسر الكابيلاري بيد، تتنقل للالفيولاي في الاير وتعمل مولتينج وتكبر في الحجم، وبعدين تصعد ريتروجريد من البرونكيولز البرونكراي تراكيا لحد الابيجلوتس بحيث تنبلع تاني وتدخل في الفارينكس لحد الاستومك ديودنم جوجنم، تكون بري ادلت ستيج وبعدين ادلت ستيج وتبدا تاني اللايف سايكل والانفكشن. طيب الباثوجينيسيس بتبقى ريفلكشن من الستبس او المايجريشن للدوده ديت في جسمنا. بدايه مع السكين بنتريشن البيشنت بيحس بدرماتيتس او جراوند اتش نتيجه دخول الفلاري فورم لاربا، بيحصل انتنس اتشينج وبرنينج سنسيشن مع ريسيما وبابيولز او فيزيكولار ايروبشن. ده ممكن يحصل له ريزولفمنت سبونتينيوسلي within 2 weeks، وده منظرها بتبقى تانلز ان شيب مكان دخول الفلاري فورم لاربا زي سنيك لايك تراكس. ده منظرها. بعد كده مع السيركيوليشن ووصول اللاربا لللونج يبدا يحصل لي بالمونري مانيفيستاشن ان ذا فورم اوف دراي كاف سور ثروت برونكايتس برونكونومونيا مع اسوشيتد ايزينوفيليا، بيحصل انفلتريشن لايزينوفيلز بكميه كبيره جدا في اللونج تحاول اتاكينج اللاربا دي، بس مع رابتشر للايزينوفيلز والريليس للجرانيولز بتاعتها في اللونج يدخل البيشنت في حاجه اسمها لوفلر سيندروم. مع سيفير وهيفي انفكشن ممكن يحصل هيموراجيك نومونايتس. Finally لما الأدلت وور تدخل في السمول انتستن تعمل اتاتشمنت للميكوزا يبدأ البيشنت يعاني من انستاين مانيفستيشن، بالإضافة لأن استهلاك الدم من الميكوزا والسكريشنز بتاع الورم ديت لأنتيكواجولانت يخلي البيشنت يدخل في حاجة اسمها مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا أو ايرون ديفيشنسي أنيميا الناتجة عن البلاد بلس. فالبيشنت يبدأ يحس بالجاستريك بين، ديسبيبسيا، فومتينج وديارية. الستول ممكن يتحول لونه الريدش شوية أو بلاك نتيجة باسج أوف البلد في الستول. أعراض الأنيميا نفسها تبدأ تظهر مع الكرونيك انفكشن من بالور في التونج وفي السكين وفي الكونجنتايفا. السكين يبدأ يبقى كولد ودراي والهير برضو. وبعد كده بيحصل إديمة بيشنت حوالين الأنكلز due to enteritis والبروتين لوس. طبعا للتشيلدرن هما بيبقوا اكتر ناس exposed للانفكشن واكتر ناس بتتأثر بالانفكشن بسرعة، فيبدأ يحصلهم extended abdomen, stunted growth وdelayed puberty ومنتال dullness واحيانا توصل لcardiac failure and even death مع very heavy infection في الناس اللي هي بيعملوا neglection للانفكشن، ولان كل البارازايت دي تعتبر حاجة اسمها neglected tropical diseases في الحتة اللي فيها poverty وpoor hygiene. الاميون ريسبونس اجينست الهوكورم تعتمد على تي هيلبر 2 اميون ريسبونس والايزينوفيلز. طيب انا دلوقتي عايز اشخص ان الانسان ده انفكتد بالهوكورم بالاضافه للمانيفيستاشنز اللي سمعناها قبل كده. بدايه بما ان الدوده دي موجوده في الانتستين يبقى الاكسكريتا عندي اللي هفحصها هي الستول. مايكروسكوبيكلي هلاقي كاركترستيك ايجز بالبلانت اند والاماتيور فور بلاستوميرز. ممكن عن طريق الفيكال ايج كاونت احسب عدد الورمز الموجوده في الانتستين وبالتالي اعمل ريفليكشن لحجم او درجه الانيميا اللي الانسان ده وصل لها، لان لو وصلنا لحوالي عدد 2000 ايج بير ميلي ستول في الاطفال ده معناه ان الطفل ده او برده الفيميل ديت ممكن تدخل في انيميا، مقابل ان حوالي 5000 ايج بير ميلي ستول في الميل تساوي انيميا، لان الميلز بيبقى عندهم الهيموجلوبين كونتنت اعلى ونسبة تعرضهم للأنيميا بتبقى أقل من الأطفال والفيميلز. تاني حاجة البيشنت لو accidentally بيعمل urinary aspiration أنا ممكن أعمل recovery للإيجز وأحياناً اللارفي في الرايت تيوب اللي أنا بعمل بيها aspiration. طيب في مرحلة اللونج migration لو البيشنت ده عملنا له sputum analysis مع لوفلور سيندروم اللي عنده ممكن أعمل detection برضو لللارفا في السبيوتوم وهلاقيها associated بإزينوفيلز كتيرة وأحياناً الruptured form of إزينوفيلز حاجة اسمها charcot leaden crystals. أحياناً بيبقى في investigations مصاحبة تؤكد وجود الهوكورم وليس exclusive عليها، يعني مثلاً لو فحصت صورة الدم هلاقي فيها microcytic hypochromic anemia وإزينوفيليا،
وده معناه ان مع الستول اكزامينيشن ياكد ان ديت فوكور. طيب لو عملنا imaging تكنيك في اثناء اللوفلر سيندروم بلاحظ ان في وجود لونج انترستيشال انفلتريشن، لونج مش هتبقى طبيعيه. طيب اعالج بيشنت زي ده ازاي؟ بدايه بالانتي نيماتودر المشهور الميبندازول، ده بيبقى اورال 100 ملي جرام توايس ديلي فور 3 كونسيكوتيف دايز، او الاكثر قوه وتميزا منه هو الالبندازول لانه بيستخدم سنجل دوز كافيه تقضي على الانفكشن. لو في عندي انفنت بيبقى الدراج الاخف عليهم اللي هم يستحملوه حاجه اسمها بيرانتيل باموميت. طيب بعد ما اقتل الديدان المفروض برضو انا اعالج السايد افكت لوجود الدوده دي اللي هو الايرن ديفيشنسي انيميا، فما انساش ادي البيشنت ده اورال ايرن سبلمنتري. طيب لو البيشنت جالي في المرحله بتاعه السكن درماتيتس يا ريت تدي سكين كير ولوكال انتي سيبتيك وانتي بايوتكس وانتي هيستامينك عشان يقلل السكين مانيفستيشنز اللي كانت عنده دي، ده لو كان جايلي في اول اسبوعين في الايرلي ستيج. طيب دوري كدكتور ان انا اعمل توعيه وامنع انتشار الانفكشن دي لان الوقايه خير من العلاج في المجتمع بتاعي. ساعتها هعمل ايه؟ هيلث ايديوكيشن، ريكومند ان انا اعمل سانيتري ديسبوزل للهيومن اكسكريتا عشان امنع وصول الستول اللي فيه انفكشن للتربه وبالتالي يبقى مصدر للعدوى. الفئه اللي هي بتتعامل كتير مع الدامب سويل وتبقى معرضه للانفكشن زي الجاردنرز والفارمرز والاطفال لازم يلبسوا، يبقوا دايما بروتكتنج ذير سكين عن طريق يلبسوا شوز وكوتد ساندلز او انهم يبقوا لابسين جلوفز لو هما بيتعاملوا مع التربه. واخيرا لازم نعالج البيشنت عشان امنع انتشار الانفكشن. هل الهوك وور تفتكروا ممكن تعمل اوتو انفكشن؟ ده سؤال تريكي ممكن يجي لك ترو اور فولس او في الام سي كيو. هوك وور نيفر كان دو اوتو انفكشن. ليه؟ لان الاكسكريت ستيج بتبقى لسه اماتيور وضروري تقعد على السويل فتره طويله لحد ما يحصلها ماتيوريشن ونوصل للفلاري فورم لارفا اللي هي انفكتيف ستيج. دوت أسئلة MCQ علشان نتمرن وعلشان نفتح أفقنا. هل يا ترى الـ Infective Stage في الـ Hook War إيج ولا سيركاريا ولا فلاري فورم ولا أدلت فيميل؟ السؤال الثاني Which of the following blood picture change is commonly associated with hookworm infection؟ يا ترى الـ patient تبقى صورة الدم بتاعه فيها ميجالوبلاستيك أنيميا ولا ليوكوبينيا ولا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ولا ليمفوسايتوسيس. دلوقتي هندخل في جزء تاني من محاضرتنا اللي هي اللارفا مايجرانز انفكشن، ودي بتنقسم لنوعين، حاجه اسمها فيسترال لارفا مايجرانز وكوتينيوس لارفا مايجرانز. الاخيره من اسمها كوتينيوس يبقى هيبقى ليجنز بتفضل بس في السكن وما بتعملش انفيجن لفيرذر اورجانز، while الفيسترال لا ده انا هدخل بقى للديب اورجانز especially the brain the liver eye and other deep tissues. نبتدي بالكوتينيوس لارفا مايجرانز او ما يسمى بالكريبنج ايروبشن. دي عباره عن حاله او كونديشن كوزد وين فلاري فور لارفا اللي هي انفكتيف ستيج بس المره دي بتاع نون هيومن سبيشيز اوف هوك وور تبدا تعمل اتاكينج للسكن اوف هيومن. مين اشهر اثنين عندنا في المنهج؟ حاجة اسمها انكليستوما كانينم اللي هي الهوك وورم للدوكس ودي مشهورة في استراليا، والتانية انكليستوما برازيلنسيس واللي هي الهوك وورم بتاعت الكاتس والدوكس سواء وايلد او دومستيك. لو انتوا بتعملوا جوجلينج او بتدوروا في other text books هتلاحظوا ان في برضو بعض الانواع الاخرى زي اليونيسيناريا السينوكيفالا او البانوستوما فليبوتوما ممكن برضو تبقى من الاسماء المذكورة في الكوتينيوس لارفا مايجرانز. الانفكشن ديت بتبقى بريفلنت في التروبيكال والسب تروبيكال اريا حيث يوجد الهوك وورمز وفي سويل تستحمل وجود الهوك وورمز ديت. الانسان بيبقى انفكتد وين جيتنج ان كونتاكت البير سكين بتاعه مع السويل الدامب سويل الكونتامينيتد ويز كاتس اند دوغ فيسز، ودي بتبقى اكتر كومن في الاطفال اللي بيحبوا يلعبوا في التربه وفي الطين وبيحبوا يحطوهم في حاجه اسمها ساند بوكس بحيث الطفل يبقى بيلعب متحوط بالبوكس ما يخرجش منه. بس للاسف لو هو عنده بيت انيمال او فيف جاردن ستري كاتس اند دوجز ممكن يبقى معرض ان الساند بوكس بتاعه ده مليان
بواقي من الـ pets stool، وبالتالي في الـ infective stage بتاع الـ hookworm اللي هي الفلاري فورم لارفا. اللارفا ديت صحيح انها بتدخل السكين، بس بعد كده fail to pass beyond the stratum genitiva، بتقف عند البيزمنت ميمبرين بتاع السكين بتاعنا وما تقدرش تدخل السيركيوليشن عشان تكمل زي اي هوك وورم عاديه بتكمل السيركيوليشن واللنج وبعدين الانتست. فبالتالي بتفضل رحلتها رايحه جايه في السكين كودينج الدرماتايتس ستيج او السكين ليجنز فقط. ودي بتفكرنا بحاجه احنا خدناها في تريماتودز اللي هو النون هيومن شيستوزومز اللي بتعمل لي حاجه اسمها باثرز اتش. طيب المانفستيشنز البيشنت ده هيشتكي من ايه؟ يبدا يبقى عنده ريد اتشي بابيولز مكان الايفيجن سايت سبيشلي في الفيت في الارمز لو هو بيتعامل مع التربه بايده. وفي الاطفال ممكن تبقى موجوده في الباتوكس اريا مكان ما هو قاعد في الساند بوكس بتاعه. مع المايجريشن بتاع اللارفي في السكين يبدا يظهر لي سلايتلي elevated ridges عباره عن inflammatory response لوجود البروينج لارفا دي، وهنشوف صور ليها دلوقتي. بتبقى سنيك لايك تراكس. الكونديشن دي ممكن تقعد من ويكس لمانس، وللاسف مع الهرش المستمر فيها يبدا يحصل لها سيكندري بكتيريال انفكشن وباستيوس. ادي منظر سنيك شيب تانلز الناتج عن اللف والمايجريشن بتاع اللارفا. ده منظر تاني فيها لو هي في الهاند سنيك لايك تانلز. هنا في الباتوكس في تشايلد فيت تاني. طيب ازاي اشخص الكوتينيوس لارفا مايجرينز؟ هل يا ترى هاخد سكين بايوبسي؟ اتس فيري رير ان انا اخد سكين بايوبسي، واكتر رير ان انت تلاقي كمان اللارفا في المكان اللي انت خدت منه بايوبسي. بس دي من ريسيرشز حاجات دوكيومنتد ان احنا لقينا اللارفا في السكين في البايوبسي ليجن اللي احنا خدنا منه. بس هي بيبقى التشخيص اساسا معتمد على المانيفستيشنز وعلى الهيستوري ان في بيت انيمال مثلا او ان الشخص ده اتعرض لسويل دامب سويل. بالهيستوباثولوجي بلاقي اللارفا وبلاقي بعض الراوندد سيلز سراوندنج ات عامله الانفلاماتوري اكشن. طيب التريتمنت بدايه بدي البيشنت ده توبيكال انتي نيماتودال ثيرابي زي السايبندازول 10% سسبنشن مع تشيلنج ايثايل الكحول عشان يقلل نسبه الهرش والبيرنينج سنسيشن الناتج عن وجود اللارفا دي. طيب لو very heavy infection لا مش بكتفي باللوكال او topical treatment وببدأ ادي oral سايبندازول او البندازول او ميبندازول. طيب بالنسبة للسكين ليجن دوت لو حصل له secondary bacterial infection بفضل ادي local antibiotic fungicidal drugs علشان اقلل واوقف الميكروبيال infection والsecondary bacterial infection اللي حصل. الجزء الثاني من اللارفا مايجرانس حاجة اسمها visceral larva migrans. المرة دي مش سببها هو الهوك وورم إنما سببها النون هيومن أسكاريدز، حاجات شبيهة بالأسكاريس لامبريكويدز بتاعة الهيومن انفكشن. نفس القصة أسكاريدز ديت المشهورة فيها حاجة اسمها توكسوكارا كانس، وديت مختصة بالدوجز والبابس بالذات لأنها بتتنقل لهم من أمهاتهم انترايتراين أو ترانسبلاسنتالي. وتاني حاجة توكسوكارا كاتس المشهورة في القطط. دولت non-human ascaris cat and dog ascaris wolves. زي ما الاسكاريس حصل لي infection بيها عن طريق ingestion للarvated egg، المرة دي انا هعمل ingestion للتوكسوكارا او توكسوكارا كانس او كاتس eggs larvated egg من الصويل. contaminated vegetables جاية من الصويل انا ما غسلتهاش وكلتها مباشر. هل يا ترى في انواع تانية غير التوكسوكارا كانس وكاتس؟ برضو عشان لو عملت جوجلي المجموعة دي برضو ممكن تعمل لي visceral larva migrans. بعد ما اعمل انجيشن للإكس من السويل تبدأ يحصل لها هاتشينج في السمول انتستن وريليس لللارفا بتاعتها، تعمل بنتريشن للانستاين ميكوزا وتبدأ تلف في السيركيوليشن برضو، بس المرة دي مش بتقدر تكمل لللونج ومنها للانتستن، بتفضل تايهه زيها زي اللارفا بتاعه الكوتينيوس لارفا مايجرانس. بما ان جسم الانسان الانتستين فيها لما بيحصل ابسوربشن او الفلتر بيقابل الدم ده هو الليفر، فبتلاقي النصيب الاعظم من اللارفات اللي عدت في الميكوزا وصلت للليفر. ف
فأول manifestation عندي بتبقى related للليفر. طبعا الكومن بيبقى في الشيلدرن من 1 لـ7 سنين لان هما دول الاكسبوز للتربة اكتر، بيبقى عندهم باد هايجين، ممكن ما يغسلوش ايديهم بعد ما يتعاملوا او يلعبوا في الحدائق. ده منظر الاكز بتاعت التوكسوكارا، هنا لسه اماتيور وهنا بدات تبقى لارفيتد يعني انفكتد. طيب مع الهاتشنج بتاعها هنا بيحصل لها هاتشنج، اللارفا ريليس، خلاص اللارفا دي هي اللي تبدا تعمل بنتريشن للسمول انتستين والتوه في الدم عندنا لحد ما توصل للديفرنت اورجانز او الجسم. البيشنت عندنا ممكن يبقى سافرنج فروم بداية هيباتوميجالي، لو هي بدأت توصل للنج يدخل في نومونيتس مع كافينج وهويزنج وممكن فيفر. طيب المشكلة عندي بعد كده انها لو بعضهم عدى من الليفر يبدأوا يدخلوا في الجنرال سيركيوليشن بعد اللونج كمان. انا خوفي الاساسي بيبقى على الفيتال اورجانز اللي هم برين واي اللي فيهم الانفلاماتوري سيل، بحساب وجود اي بارازايت او انفكشن هيأدي الى ديد لبعض السيلز اللي ممكن ما يحصل لهاش ريكفري، فبالتالي تعمل لي باد سيكولي وباثوجينيسيس في الانسان ده. ففي حاله الاي انفكشن هيبدا يحصل جرانيولوماتوس ريتينال ليجن، يحصل بليرنج اوف فيجن، فيبقى الحاله دي اسمها اوكولار لارفا مايجرانس. في حاله انها وصلت للبرين يبدا البيشنت يدخل في حاجه اسمها منينجيو انكيفالايتس. طيب هل في حاجات تانية بتبقى مصاحبه للفيسرال لارفا مايجرانس؟ الاميون ريسبونس بتاعي بيبدا يرد بهايبر جاما جلوبولينيميا، كمية immunoglobulin غير عادية، gushing circulation بتحاول تعمل attacking للارفا اللي بتلف في الدم دي، بالإضافة طبعا للعدو اللدود للأي parasite invading هي الإزينوفيلز، يحصل hyper eosinophilia reaching up to 80% يعني massive eosinophilia. التشخيص بما ان برضو اللارفا دي موجوده في حته ما فيهاش ليومن وبالتالي ما بتطلعش اكسكريتا كاستول او كيورين او كاسبيوتون، بيبقى فيه كلاسيك ترايادز من المانيفستيشنز، بدايه الهيباتوميجالي، واكتر لو الترايادز دي لقيناها في اطفال هيباتوميجالي، صوره الدم فيها هايبر ايزينوفيليا وكمان هايبر جاما جلوبولينيميا. الثلاثه دول في طفل معرض لبيت انيمالز نسبة عالية جدا يبقى الطفل ده عنده فيسترال لارفا مايجرانس. طيب هل ينفع اخد بايوبسي او اوتوبسي؟ ده لو الكلام ده لو واحد ده ديد، اوتوبسي دي من ديد بيرسون، بايوبسي من ليفينج بيرسون. اوكيجنالي ممكن تلاقي اللارفا في البايوبسي اللي انت خدتها بس فيري رير، زي بالظبط ما حصل مع كوتينيوس لارفا مايجرانس. بس والله لو جالك بايوبسي في قسم الباثولوجي ولقيت اللارفا موجوده في الليفر وحواليها الانفلاماتوري سيلز يبقى ديت accidentally انت اكتشفتها وتؤكد ان هي visceral larva migrants. يعني هي ممكن التشخيص يبقى retrograde، هو في inflammation في الليفر والناس مش عارفة تشخصه، خدوا بايوبسي بالصدفة الباثولوجيست expert ولمح وجود larva، خلاص هيترجمها ان هي visceral larva migrants. التست الكومن اللي بيحصل في المعامل وموجود اكتر commercial حاجة اسمها indirect heme agglutination test، اللي هو انك تعمل detection للspecific antibody في الدم سواء بالإيمينوفلوريسنس تكنيك أو بالإندايركت هيم أجلوتينيشن تكنيك أو الإلايسا. طيب تريتمنت هعالج الطفل دوت أو الشخص ده إزاي؟ بداية لازم أدي سيستماتيك أنتي هيلمنتس أو أنتي نيماتود، هيبقى أورال ألبندازول أو ميبندازول، بس المرة دي هديه لمدة 5 أيام لأن دي مش مجرد انتستاين انفكشن، لأ ده سيستماتيك أنا عايز أوصل للديب أورجانز فبدي مدة أطول. وتاني حاجة مع الإنفلاميشن والسيفير إنفلاميشن اللي بيحصل في الأورجانز دي ببقى خايف على البرين وببقى خايف على الاي، فببدا ادي كورتيكوستيرويدز عشان اقلل الالرجيك سيمتومز والسيفير انفلاماتوري رياكشن بتاع الاميون سيستم بتاعي. طيب لو هعمل تيستينج فور ماي سيلف، قصه بتقول او كيس ان ليفر بايوبسي من تشايلد ويز فيفر وهاي ايزينوفيليا وليفيتد ليفر انزيمز اند هيباتوميجالي، ولقينا المنظر ده حاجه ورم لايك شيب وسط الهيستيوسايتس والانفلاماتوري سيلز محوطاها بالمنظر ده مع الترايادز ومع المنظر ده يأكد لي ان دي حالة visceral larva migrans. المود اوف انفكشن طبعا عن طريق انجيشن اوف توكسوكارا او توكسوكارا كاتس او كانس اكس، اي اج لا الارفيتد ماتيور اج.
كده تبقى دي نهاية محاضرتنا النهاردة. بتمنى لكم best of luck، وإحنا موجودين في القسم في أي وقت، ممكن تطلعوا على الجداول بتاع حضورنا لو حابين تسألوا في أي حاجة، وإن شاء الله برضو في السكاشن العملي هيبقى ليكم تجميعات for further reading و further discussion لأي حاجة أنتم مش فاهمين. بالتوفيق إن شاء الله. شكراً.